السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ نحل في ملحق كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول العام الدراسي 2024، الملحق الخاص بالأزهر. نبدأ إن شاء الله من صفحة 3. السؤال الأول: مستر سيد أو سعيد، do you have a hobby؟ هل عندك هواية؟ السؤال لما يبدأ بدو يبقى الإجابة إما بيس إما بنو، ف yes I do، نعم، أو yes sure. سأله سؤال، قال له my favorite sport، ده سؤال تاني، قال له بتقول بتسأل بسملة، سؤال قالت لها my favorite sport is basketball، رياضتي المفضلة هي كرة السلة، يبقى ما هي رياضتك المفضلة؟ يبقى what is your favorite sport، ما هي رياضتك المفضلة؟ أسئلة الاختيارات. السؤال الأول: when we eat، عندما نأكل، I like to sit، بحب أجلس، the right on my mother، على اليمين من والدتي، by، in، at، on the right، على اليمين. الإجابة لترديد. السؤال الثاني: my best friend has the same as me، صديقي المفضل لديه إيه؟ نفس اللي عندي، blogs، مدونات، topics، موضوعات، interests، نفس الاهتمامات، subjects، مواضيع. يبقى interests، نفس الاهتمامات. الإجابة لترسيب. السؤال الثالث: my daily space is the same every school day، ايه اليومي اللي بيحصل كل يوم في يوم الدراسي؟ هوبي، هواية، روتين، نمط أو نظام يومي، فلات، شقة، بلوج، مدونة، روتين، نظام يومي. الإجابة لترتيب. السؤال الرابع: I always space up late at weekend، always بتدل على المضارع البسيط، واي بتاخد فعل في المصدر بدون اضافات، يبقى get. الاجابه لتر ايه، انا دايما استيقظ متاخرا في عطله نهايه الاسبوع. السؤال الخامس: منى سبيس ايتس بيبرز شي دازنت لايك زيم ات اول، منى الفلفل، تاكل الفلفل، هي لا تحبها، يبقى هي عمرها ما بتاكلها، يبقى ابدا لا، نيفر. الاجابه لتر دي. السؤال السادس: هي doesn't بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى play. الإجابة لتر بي. بعد كده السؤال الرابع، اختار. السؤال الأول: space is the opposite of ugly، عكس كلمة ugly، ugly معناها قبيح، عكسها كلمة dirty متسخ، attractive جذاب أو جميل، bad سيء، terrible فظيع، attractive جذاب أو جميل. الإجابة لتر بي. السؤال الثاني: they saw a big sign in the zoo، هما شاهدوا لافتة كبيرة في حديقة الحيوان. It said، هي تقول don't space the cats، لا إيه القطط، feel يشعر، no يعرف، eat يأكل، feed يطعم، لا تطعم القطط، feed. الإجابة لترديد. السؤال الثالث: this family don't have any money so they are، هذه الأسرة ليس لديها أي مال لذلك هي، rich غنية، poor فقيرة، happy سعيدة، excited متحمسة، يبقى poor فقيرة. الإجابة لتر بي. السؤال الرابع: he is best afraid of dogs، هو خائف من الكلاب. هنا afraid، نشوف can't، hasn't، doesn't، isn't، afraid صفة فتاخد verb to be، يبقى isn't afraid of dogs. السؤال الخامس: my little brother is best noisy، he cries all the time، هو يبكي طوال الوقت، noisy اللي هو مزعج صفة، يبقى تاخد فيرب تو بي، داز مش هتنفع عشان محتاجه فعل في المصدر، وداز الفي دي برضو مش هتنفع عشان محتاجه فعل في المصدر. هنا هتاخد از اولويز عشان فيرب تو بي از، يسبق ظرف التكرار اولويز. السؤال السادس: وي ونت تو ذا ميوزيوم، نحن ذهبنا الى المتحف، باص، يبقى بالاتوبيس. وسائل المواصلات كلها تاخد حرف الجر باي، اما في حاله وجود ان فلازم يكون في اداه زي صفه ملكيه ماي مثلا، او اداه تعريف زي. بعد كده الباسج: My name is سهى كمال، أنا اسمي سهى كمال، I am 13 years old، أنا عمري 13 سنة، I am in prep 2، أنا في سنة تانية إعدادي، I've got 3 brothers and 1 sister، لدي ثلاثة أخوات ولاد وأخت واحدة، I am the youngest، أنا الأصغر person in the family، في الأسرة، My father is a doctor، والدي هو طبيب، in a big hospital، في مستشفى كبيرة، my mother is a science teacher at my school، والدتي هي مدرسة علوم في مدرستي، all students love her، كل الطلاب بيحبوها،
because she is kind لأنها طيبة وعطوفة and helpful ومتعاونة. She helps me هي بتساعدني with my homework في الواجب بتاعي. We are a happy family نحن أسرة سعيدة. On holidays في الأجازات we go to Alexandria to swim in the sea نذهب إلى إسكندرية لنعوم في البحر and play on the beach ونلعب على الشاطئ. We visit the library too وأيضا نزور حديقة اسمها يا ربي اللي هي المكتبة أيضا. How many brothers and sisters has سهى got؟ كم عدد الإخوات الولاد والأخوات البنات التي لدى سهى؟ هي عندها 3 brothers and 1 sister يبقى 4. يبقى ديت الإجابة يبقى 4 أو نكتب ممكن نكتب 4 أو أكتب الإجابة دي. السؤال الثاني When does سهى go to Alexandria؟ متى تذهب سهى الإسكندرية؟ بتروح في الأجازات on holidays. يبقى ديت السؤال الإجابة نمبر 2. السؤال الثالث What does the underlined pronoun she refer to؟ she تشير إلى مين؟ تشير إلى والدة سهى. يبقى هنقول سهى's mother. بعد كده الاختيارات سهى's father works at a والد سهى يشتغل فين أو يعمل فين؟ school مدرسة factory مصنع hospital مستشفى هوتيل فندق hospital مستشفى لأنه طبيب. الإجابة لتر سي. السؤال الخامس All students love Suha's mother because she is كل الطلاب بيحبوا والدة سهى لأنها إيه؟ kind عطوفة strong قوية helpful متعاونة A و C A و C kind طيبة و helpful متعاونة. يبقى الإجابة لتر دي. بعد كده صفحة 5 السؤال الأول What time do you get up؟ متى تستيقظ؟ at 7 ولا 7:45؟ ده نص استماع جلس استماع خلاص يخش على السؤال اللي بعديه. السؤال الأول في الجزء الثاني He puts his clothes in a big chest of drawers هو يضع ملابسه في اللي هو دولاب ذو أدراج اللي هو الكوميديون يعني. الإجابة لتر سي. السؤال الثاني There isn't enough light لا يوجد ضوء كافي I have to change this أحتاج إن أنا أغير إيه؟ لام حمل أو خروف صغير لام بلامبا لب شفاء ولاب يعني مختبر. يبقى لام بلامبا الإجابة لتر بي. السؤال الثالث It is very nice space meet you يبقى It is very nice to meet you من الجيد أني أراك أو من الرائع أن أقابلك. السؤال الرابع How space you go to work on foot على الأقدام يبقى كيف تذهب you هتاخد do يبقى How do you go to work كيف تذهب إلى العمل واخترنا دو عشان في فعل في المصدر اللي هو جو جاي بعد الفعل يو. السؤال الخامس My brother doesn't بيجي بعدها فعل في المصدر يبقى walk الإجابة لتر بي. السؤال السادس تسنيم football matches at all على الإطلاق بتيجي مع never no likes مش هتنفع never like مش هتنفع عشان تسنيم مفرد مستبعدة not like برضو مش هتنفع إنما doesn't like doesn't فعل في المصدر وكده بتساوي never لأنها منفية يبقى تسنيم doesn't like football matches at all لا تحب مباريات كرة القدم على الإطلاق.